بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله. وبعد، من الأسئلة اللي جاية لي الأيام دي كتير جدا حكم بيع الذهب بالتقسيط، والقضية علشان قضية شائكة لازم نقف معها وقفة تأملية. خلي بالك بعد ما تصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. صليتوا على النبي العدنان، وفي نفس الرواية النبي بيقول: ولا تبيعوا غائبا بنجس. يعني مينفعش نبيع حاجة غائبة بحاجة حاضرة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولازم نحط في الاعتبار أن الذهب من الأصناف الربوية، فلا بد من مراعاة قواعد الصرف فيه، ومن جملة هذه القواعد القبض في المجلس قبل المفارقة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال إيه؟ يدا بيد. طيب، البيع الذهب أو شراءه بالتقسيط، فقهائنا فيما مضى قالوا بأن هذا نوع من أنواع البيوع الفاسدة غير الجائزة. ده الفقهاء قالوا الكلام ده، والفقهاء المعاصرين قالوا لا، ما هو ده ما بقاش ذهب حر، ده بقى ذهب مصنع. يعني حولناه من ذهب حر ذهب أصلي لبقى غويشة لبقى كوليه لبقى خاتم. ومن هنا أجازت دار الإفتاء المصرية في وقتنا الحاضر أن بيع الذهب المصنع أو شراؤه بالتقسيط يجوز ذلك ولا حرج فيه مطلقا. وخد بالك لما دار الإفتاء تقول يجوز، يبقى ما فيش رأي قاطع على الحل. زي ما قلت لك قبل سابق ان كلمة يجوز ان اللي حرم ما عندوش دليل قاطع 100%، ولا اللي احل عنده دليل قاطع 100%. وعندنا قاعدة بتقول ان الخروج من الخلاف مستحب. يعني ايه الخروج من الخلاف مستحب؟ يعني ما يكون مسألة في امر مختلف فيه، فالافضل ان تتجنب الخلاف وان تعمل بقول النبي العدناني صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك واستفتي قلبك. ولذلك الرأي اللي انا بميل اليه مع احترامي الكامل لدار الافتاء المصرية وكونها الهيئة الشرعية المعتبرة في مصرنا، الا انني اميل الى الابتعاد عن هذا النوع من البيع والشراء اللي هو بيع الذهب بالتقسيط او شراؤه. انا أميل إلى الابتعاد عنه خروجا من الخلاف واستحبابا في الخروج من الخلاف. طيب لو حد خد بفتوى دار الإفتاء المصرية التي أجازت بيع وشراء الذهب بالتقسيط، لا حرج عليه مطلقا ولا إثم عليه مطلقا. والقاعدة عندنا تقول: من ابتلي بشيء من الخلاف فقلد فيه من أجاز فلا حرج ولا إثم عليه مطلقا. لكن الخروج من الخلاف مستحب، ودائما الإنسان يبحث في مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه عن الحلال، لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين في القرآن الكريم. فقال جل شأنه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.